يوجد عالم من العلماء جاء إليه الشيعة وقالوا نريد نتناقش نتناظر معك. قال طيب، اتفقوا على موعد. اجتمع الشيعة في مكان، وجاء هذا واحد عالم وحده، وهم في مكان مجتمعين كثير. فعندما دخل هذا العالم أخذ أكرمكم الله عليه، ضعه هنا وضعهما هنا ودخل. قالوا لماذا تدخل فينا عليك؟ ضعهما في الخارج. قال لا، أخاف عليها تسرق. قال من يسرقها؟ قال أنتم. قالوا نحن لا نسرق. قال الشيعة سرقوا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سرقت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تسرق نعلي أيضا. قالوا أنت كذاب، أنت تكذب، لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة. قال الحمد لله، هذا رد عليكم، لا يوجد شيعة في الإسلام. يوجد شيعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد صوفية، يوجد أحمدية، يوجد معتزلة، يوجد كذا، لا يوجد أمة واحدة. نحن كم رب نعبد؟ كم رب؟ واحد. كم نبي نتبع؟ نبي واحد عليه الصلاة والسلام. كم قبلة عندنا؟ قبلة واحد. كم دين عندنا؟ كم شريعة عندنا؟ كم توحيد عندنا؟ كم جماعة نحن؟ كثير. لا، لازم نكون جماعة واحدة، لابد نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. الكفار يريدون مفترقين ومجتمعين. الشيطان يريد نجتمع ونفترق. هذا شيعي وهذا أحمدي وهذا، ما يوجد في الإسلام هذا. نحن أمة واحدة، لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يوجد في الإسلام عصبية قومية، لا يوجد. هذا من قبيلة كذا وأنا من قبيلة كذا، أنا أقتله أو أسبه أو أترفع عليه، أقول أنا من قبيلة كذا وأنت كذا. هذه جاهلية، هذه من الجهل، من السفة. إذا لابد ننتبه، هناك من يريد فرق جماعة الإسلام. بهذه الجماعات الإمام الآن عندما يصلي إيش يقول؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ما يقول إياك أعبد. لماذا؟ يعني يقول يا رب نجتمع على عبادتك يا رب، لا نفترق. مفهوم؟ إذا لابد من الجماعة.
لابد من الاجتماع. كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.